يا رب أنت غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف، فحاشا يا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك، وأن نذل في عزك، وأن نضام في سلطانك. فما من مخلوق يعتصم بك من دون خلقك، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دونك إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. يا رب أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. وأنت يا سيدي يا رسول الله، يا صاحب الذكرى، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجميع فعشت واحداً بين الجميع، يا من أعطيت القدوة وضربت المثل وعبدت الطريق، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. يا سيدي يا رسول الله، أشهد أن الذين بهرتهم عظمتك لمعذورون، وأن الذين افتدوك بأرواحهم لهم الرابحون. أي إيمان وأي عزم وأي مضاء وأي صدق وأي طهر وأي نقاء، أي تواضع وأي حب وأي وفاء. يوم كنت طفلاً يا سيدي يا رسول الله، عزفت عن لهو الأطفال وعن ملاعبهم وعن أسمارهم، وكنت تقول لأترابك إذا دعوك إلى اللهو: أنا لم أخلق لهذا. ويوم جاءتك رسالة الهدى وحملت أمانة التبليغ، قلت لزوجتك وقد دعتك إلى أخذ قسط من الراحة: انقضى عهد النوم يا خديجة. ويوم فتحت مكة التي آذتك وأخرجتك وكادت لك وأتمرت على قتلك، ولقد ملأت راياتك الأفق ظافرة عزيزة، قلت لخصومك بالأمس: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويوم دانت لك الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، وجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، صعدت المنبر واستقبلت الناس باكيا وقلت لهم: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه، ومن كنت أخذت له مالاً فهذا مالي فليأخذ منه، ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني ولا من طبيعتي. اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمناً، مطمئناً، سخياً، رخياً، مستظلاً بظل كتابه، ملتزماً بهدي نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وسائر بلاد المسلمين. يا رب إن أعداءك وأعداءنا يقولون كما قالت عادٌ من قبل: من أشد منا قوةً؟ يا رب لقد غاب عنهم بغرورهم أنك أشد منهم قوةً. اللهم إنا نسألك بدموع الأطفال وبكائهم، وبخشوع الشباب وتضحياتهم، وببطولة الشابات واستشادهن، وبصلاح الأمهات ووعيهن، وبركوع الشيوخ ودعائهم. اللهم إنا نسألك باستغاثة المستغيثين، والتجاء الملتجئين، وتسبيح المسبحين، وحمد الحامدين، ألا تتخلى عنا. ومنا من يفعل ما نستحق أن تتخلى عنا يا رب العالمين.
لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله يا كريم. اللهم إنك أنت القائل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فإن كنا يا رب لا نستحق أن تنصرنا بعدلك فانصرنا برحمتك، وإن كنا لا نستحق أن تنصرنا استحقاقا فانصرنا تفضلا. نسألك اللهم بوعدك الذي وعدته على ذاتك العلية، نسألك اللهم بإيماننا بك أن تنتصر لنا وأن تنتصر لإخوتنا في العراق وفي فلسطين وفي كل بلاد المسلمين، وأن ترد عنهم كيد الكائدين عاجلا غير آجل بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى. اللهم وفق بينهم ووحد كلمتهم واجمعهم على الحق والخير والهدى، والحمد لله رب العالمين. وأزكى
من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب. الله سادتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من أجل فاطمة قد شرف النسب وتعالت بشرى العاتف بأن قد ورد المصطفى وحق الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.